هناخد شويه الخضره دي نحطهم في الميه دي كده، البوكيه جرني بتاعنا اللي بنعمله كل يوم مع بعض. تعالوا مع بعض نعمل شوربه البروكلي بالكريمه او بالجبنه اختياري. بروكلي بجبنه معروف، بروكلي بالكريمه اللباني اختياري، والشتاء بيحب انواع كتيره من الشرب. بدايتنا النهارده مع شوربه البروكلي بالكريمه. بروكلي اخضر اللون، ايه الجمال والحلاوه دي، وهنزيد خضاره وحلاوه بتركايه حلوه. معانا كريمه لباني ومعانا زبده، معانا بصلايه ناعمه وفص توم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وخلص الكلام والمقادير على الشاشه. تعالوا نشتغل فيها مع بعض. معلقه نشا ده اختياري او بطاطسايه مسلوقه حسب الرغبه. ادي الطاسه على النار، حلو قوي. وتعالوا نعمل مع بعض شوربه البروكلي بالكريمه. كلنا بنسال يا شيف مغازي على السوشيال ميديا، احنا بنتابع حضراتكم طبعا، اي نعم في اجازه بس احنا مش في اجازه. ايه اللغز ده يا شيف؟ يعني بنتابع طلبات حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، معانا فريق سوشيال ميديا بيشتغل 10 على 10 وبنشوف طلبات حضراتكم ايه، وفي حاجات كتيره احنا مسجلينها هنبدا نشتغل فيها اول باول. من ضمنهم طبعا كانت عمايل الشيبسي يا شيف مغازي، اولادنا والمدارس عايزين طريقه سريعه وسهله لعمل الشيبسي. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شوربه البروكلي بطريقه سهله وبسيطه. البروكلي مقاديره على الشاشه زي الفل. طاسه على النار اهي. حاضر عيني على ما نحط البروكلي بتاعنا على النار. مقادير شوربه البروكلي، طاسه على النار شديده الحراره اهو. اخبار النار ايه؟ بنحط شويه زيت زيتون ومعلقه زبده اهو. عيني حاضر عيني اهو. وادي البروكلي على الشاشه، عسيب البروكلي خالص. حاضر اهو، حلو قوي. ناخد بصلايه ناعمه للبروكلي ده كده. اخبار الشيبسي، اخبار الشيبسي الحلو ده، اخبار الشيبسي ده، عايزين نتفرج على الشيبسي ده يا شيف. صدعت راسنا عليه. بص شوف الشيبسي اهو، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ سامعين الصوت ده وصوت القرمشه في قلب الزيت؟ خلص الكلام. صفيه من الزيت كويس قوي 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 قبل ما اعمل صوص الجبنه بتاعه. يلا نشتغل في البروكلي. طاسه جديده على الحراره اهو، حمر كده زي الفل. فص توب محترم اهو، اللهم صل على النبي. حلو. كل ده على ايه؟ التحميره. وناخد البروكلي بتاعنا، دي طريقه جديده لشوربه البروكلي، مش لازم تضربها في الكبه او تضربها في الخلاط، بقت زيها زي الايه؟ زي شوربه البسله او البازلاء اهو. انا حطيتها كده المره دي عملتها زهره، اخواننا في الشام يسموا القرنبيط زهره، والبروكلي بقى شبه الزهره اهو. شايف اللون الحلو ده؟ اهو دي شوربه البروكلي اهي، زي الفل يا عم الشيف. نكمل الحدوته بتاعتنا بالمصفاه بتاعتنا اللي كانت معانا من ايدينا من شويه اهي، دي خليها دايما عندك. ومعانا بوكيه جرنيه على النار اهو. يلا مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي اهو، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده اهو؟ خلصت الشوربه اهو اهو، عينيا اهو اهو. شويه الكريمه اللباني بعد انتهاء غليان الشوربه اهو، زي الفل يا عم الشيف. بص على الشوربه، بص على الحلاوه، بص التفاصيل اهي. ايه الخضار ده؟ ايه الجمال ده اهو؟ ده البروك. استوت الشوربه بجد والله، دي عايزه دقيقتين على الدار. كام دقيقة يا أستاذ؟ أنا حابة تقولي لي على الانتهاء؟ 6 دقايق أنا خلصت أهو، زي الفل أهو. شفت البروكلي أهو، بس تاخد غلوة ننزل بالكريمة اللباني. تعالوا نعمل مع بعض صوص الجبنة بتاعنا اللطيف الحلو. طاسة على النار، خلي دي هنا كده. يلا على النار دي، زي الفل. شوربة البروكلي أخبارها إيه؟ جاهزة. نحط عليها الكريمة اللباني، خلصت أهي. بص على البروكلي كده قبل ما أحط الكريمة اللباني، قبل وبعد. صلي على الحبيب قلبك يطيب أهو أهو أهو. شفت الحلاوة أهو؟ البروكلي استوى أهو أهو. ده كريمه لباني اهو اهو، اللهم صل على النبي اهو، هو ده. وقلبها. كريمه اللباني تضاف للصوصات البيضة والوايت صوص قبل التقديم مباشره، ويفضل عدم غليها على النار اهو، ويفضل رج العلبه قبل وضعها في الشوربه او في البقدونس او في الاكله اللي بتعمليها. جيبي علبه كريمه لباني رجيها الاول قبل ما تحطيها، نغرف الشوربه مع بعض. اللهم صل على النبي. السفره بتاعتنا النهارده كتير قوي اهو، راجعين من اجازه بقى اهو. اهم حاجه روضه حضراتكم. الشوربه نغرفها ازاي يا عم الشيف؟ اهي جاهزه، اللهم صل على النبي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صبابين الشوربه زيدوا حالتها. عينيا حاضر حاضر يا غالي اهو. شايف البروكلي نازل يضحك ازاي في قلب الطبق مخضر؟ وازاي والحلاوه اهو؟ لان الميه لازم يكون فيها قليل من الملح للحفاظ على لون الخضار، او للحفاظ على خضار الفاصوليا الخضراء والبروكلي اهو. والسبانخ يفضل وضع قليل من الملح
في حالة إضافة الماء لهما. عينيا صب حبة حبة اهو، واديني شوية محبة. حاضر اهو، أي خدمة. حلو أوي. طيب